أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك من يزهد في الردود ويرى أن هذا تفريق للأمة، وربما زهدوا في من يردون على أهل البدع والضلال، وهناك من يرى عدم الخوض في الردود والتكلم في أخطاء طلبة العلم والدعاة إذا أخطأوا، نأمل التوجيه حيال ذلك. الردود على قسمين: الردود الصادرة عن أهل العلم والمعرفة والبصيرة، هذه لا بد منها لبيان الحق ودحض الباطل. أما الردود التي تصدر عن الجهال وعن الطلاب غير المتمكنين، أو الردود اللي تصدر عن أهوى ورغبات، هذه ما تجوز ولا هي بردود، هذه تلبس أكثر مما تبين. الردود الصحيحة الصادرة عن أهل العلم المعتمدة على بيان الحق لا على الهوى، هذه لا بد منها. لا يجوز السكوت على أهل الضلال، ينشرون ضلالهم ويغررون بالأمة وشباب الأمة ونتركهم. نعم.